مساء الخير يا جماعة، مساء الخير يا جماعة، أهلا وسهلا يا جماعة. إيه رأيكم في المشهد ده؟ أنا مش عاجبني. أنا دايماً بحب أعمل الزوم إن إفكت اللي دايماً تشوفوه، اللي هو يبقى كده تقريباً. بطلع بره شوية. أنا دايماً بعمل كده، إيه رأيكم ده ولا الأولاني الزوم ده أوت؟ وأدخل كرسي يمين عشان أبقى في النص ما بين الشاشات. المايك العادة بيتحط في الكوباية اللي أنتوا مش بتشوفوها دي. وقرب الكوباية اللي انتوا برضو مش بتشوفوها دي. يا سلام، اهلا وسهلا بيك يا مبدع منك ليه في فيديو الاسئلة رقم 13 والفيديو التاني على التوالي في خلال اسبوعين ورا بعض. ليه عملت فيديو الاسئلة بسرعة الشهر ده؟ عشان اكتشفت ان انا بعد عملت فيديو الابديت ان انا قلت في الابديت ان فيديو الاسئلة هو اول جمعة في الشهر، فبما ان دي اول جمعة في الشهر فاهلا وسهلا بيكم في فيديو الاسئلة. ماشي يا جماعه، انا خدت الاسئله كلها من الفيسبوك كالعاده. بفكر بعد كده اخدها من مكان مختلف، حاجه زي تويتر او على انستجرام. انا عندي يا جماعه حساب على تويتر باسم twitter.com/lawinditech، عندي على انستجرام instagram.com/lawinditech، فانا ناوي اعمله على تويتر وانستجرام بعد كده. فتابعوا يا جماعه الحتتين دول عشان تكونوا ابديتد بالحتت اللي بينزل فيها الاسئله. ناخد سؤال اول من احمد محمد، بيقول لي امتى هينزل هاتف نوكيا 6 مصر؟ بصراحة هما ما عرفوش عن تواريخ امتى هينزل للميدل ايست او للبلدان العربية، بس انا اعتقد اللي هو مش هيطول، يعني مش هيتأخر عن اوائل مارس، نص مارس ان شاء الله هيكون في مصر. السؤال بعده من ياسر الجزاوي، بيقول لي ينفع تعمل سلسلة او قناة تانية خاصة بالالعاب؟ هو لو انتم مش عارفين يا جماعة، انا كان عندي قناة اسمها لويندي جيمينج، هتلاقوا اللينك بتاعها في ديسكريبشن الفيديو. القناة دي انا فضلت اعمل فيها فيديوهات لمدة فترة محترمة، بس قررت في الاخر ان انا اوقف. هو الكاميرا طالعة فوق شوية، بس قررت ان انا اوقف الجيمنج عشان بصراحة انا ما كنتش حابه، وحسيت ان ده تقل عليا اللي اعمل فيديوهات جيمنج، فانا قررت اوقفه. بصراحة مش ناوي اكمل فيها تاني، بس يعني يا جماعة انا مش بلعب، فمش هحاول ان انا العب عشان اعمل فيديوهات. السؤال بعده من شادي مخلص، بيقول لي ايه افضل برامج اديت للمبتدئين؟ بص يا شادي، انا بدات موفي ميكر. موفي ميكر سهل جدا 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 ومجانا لاي حد يقدر يستخدم اي حاجه. عايز تعلى شويه بعد موفي ميكر، استخدم كامتاجيا ستوديو، او في ناس تقول عليه كامتاسيا ستوديو. بعديه استخدم سوني فيجاس، بعد كده استخدم بريمير برو. السؤال بعده علي حسن، بيقول لي هتعمل ايه بفلوس عمان يا اسطى وفي مراجعه واي 700؟ اوكي، اللي ما اعرفش منكم، انا كنت رحت كامب او مسابقه اسمها نكست اب يوتيوب. نكست اب مسابقه تبع يوتيوب، اللي بيروحها بياخد فاوتشر اللي هو يشتري معدات تصوير. فانا اشتريت معدات تصوير، كاميرا جديده ولينز جديده، فانا متحمس ليهم جدا. ان شاء الله هيوصلوا في خلال الاسبوعين الجايين، يا رب يوصلوا بخير يعني لو ما حصلش مشاكل. او بالنسبه لمراجعه الواي 700، ان شاء الله يعني انا مش عايز اقول تاريخ، بس هي قريبا جدا جدا جدا. سؤال عبد الرحمن حجازي، بيقول لي افضل لابتوب للالعاب بسعر كويس. اوكي، لازم نحدد السعر. انت مثلا لو عندك من 5 ل 10,000، عندك اللينوفو زد 50 كور اي 7، هتعلى شويه هتوصل 20,000، عندك الواي 700، هتعلى عن ال 20,000 اتجه لبرودكتس ام اس اي، دي برودكتس مميزه. السؤال عند محمد رضوان، بيقول قول لنا السباكس الحاليه بتاع جهازك ونوع الكاميرا اللي بتصور بيها فيديوهات. اوكي، السباكس بتاع جهازي هتلاقوها في فيديو 1200 دولار جيمنج بي سي، وهقولها سريعا. هي كور اي 7 4790 جي تي اكس 970 ماذر بورد زد 87-A بتاعت ايسوس، والباور سبلاي كورسير جي اكس 650، كان حاجه كده، و16 جيجا بايت رام. السؤال بعده من فدود جاك، ازيك يا جو؟ انا عندي سؤال، هو في برنامج مونتاج على الموبايل؟ في برامج كتير مونتاج على الموبايل، معظمها مش حلو. لو انت عندك موبايلك مثلا في شركه ايسوس مثلا، كانت عامله حاجه اسمه موفي ستوديو اعتقد، برنامج يعمل فيديوهات، تعمل مونتاج لفيديوهات على الموبايل. لو في شركه موبايلك ايسوس مثلا او ايا كان اسم الشركه عامله لك برنامج مونتاج على موبايلك، استخدمه. لو ما عندكش، في ادوبي بريمير كليب، بس بيحط لك اخر 5 ثواني اللوجو بتاع بريمير وكده. لو انت فري فيرجن، لو دفعت واشتريته هيتشال اللوجو اللي في الاخر ده. السؤال بعده من احمد اسامه، بيقول لي ترشح لليوتيوبر المبتدئ يبدا في مجال ايه وبمعدات ايه؟ طيب، تبدا في مجال ايه دي حاجه انت الوحيد اللي ما ينفعش حد غيرك يحددها. انت اللي هتختار، هتحدد المجال يعني على حسب ما انت حابب. انت المفروض تروح المجال ده، ما ينفعش حد يختار لك، دي حاجه مهمه جدا. انا لما ناس قالت لي يا جماعه يلا يوسف روح اعمل جيمنج، جيمنج حلو، اتجه للجيمنج، عملت الجيمنج وكلها شهر وقفلت القناه، او ما قفلتهاش لسه مفتوحه بس بطلت. بمعدات ايه؟ بصراحه تبدا من المعدات اللي معاك.
انا بدات بكاميرا نوت 2. تبدا المعدات معاك وبعد كده تتطور اكتر وتجيب بقى كاميرا، تجيب اضاءه، تجيب مايكروفون جديد، تفضل يعني المهم ان انت تبدا، دي اهم حاجه. بعد كده الفلوس هتيجي مع الوقت والمعدات هتتابجريد مع الوقت. السؤال بعده من محمود ايمن محمود، بيقول لي ازاي بتاخد لينك يساعدك من سوق.com؟ اوكي، ده بروجرام مفتوح لكل الناس اسمه افيليتس او سوق افيليتس او اي حاجه افيليتس. افيليتس يعني لينكات انت قلت لشخص اللي هو يدخل عليها، فانت لما بما انك قلت لشخص يدخل عليها ويشتري منتج ده من على الموقع ده، الموقع ده بيديك نسبه من سعر المنتج، عاده بيكون من 1 لـ4% من سعر المنتج ده. فانت لو عايز تعمل لينك خاص بيك وتخلي عائلتك وقرايبك يشتروا منه، تتجه لافيليتس سوق او سوق افيليتس. ولو حد فيكم عايز يشتري، انا فعلا 1% دي بتساعدني جدا. انت مش بتدفع 1% دي، سوق هما بيدفعوها، فخسر سوق واديني الفلوس دي بليز بليز، انا محتاجه يا جماعه. السؤال بعده من احمد خيري، بيقول لي عاوز مايك كويس ويا ريت تقول لي على سعر. اوكي، انا برجح لك لو انت عايز حاجه بورتبل، حاجه تتشال في ايد بالراحه، الزوم اتش 1. الزوم اتش 1 ده مايك جميل جدا جدا. انا من اول ما جبته، انا كان معايا مايك تاني قبليه ومايك تالت قبليه، بس من اول ما جبت الزوم اتش 1 فعلا بقى هو ده المايك الوحيد اللي بسجل بيه تقريبا 100% من فيديوهاتي. مايك خفيف، صوته مميز، وكل حاجه مميزه، وبطاريته بتقعد بالشهور. لو قفلت ان هي غاليه عليك، في انواع تانية من المايكس، حاجه اسمها كليب مايك. المايكس دي ممكن تقل ال 50 و 100 جنيه، ممكن تلاقيه في اي محل جنبك، يعني متوفره في كل حته. مايك عباره عن بيتعرف القميص او التيشيرت وبيتوصل للموبايل عن طريق ال 3.5 مليمتر، او لو هو حديثه شويه ممكن يتوصل عن طريق USB، بس معظمهم بيكون 3.5 مليمتر. السؤال بعد من صالح عبده زغلول، زي ما تكون صالح كده كان معانا واحنا بنسجل الفيديو، ليه مش ناوي تكمل في لويندي جيمنج؟ انا قلت من شويه ان هي يعني انا بدات القناه عشان انتوا طلبتوا مني اعملها. اوكي، انا يعني انا كنت حابب الموضوع في البدايه وكان عاجبني موضوع الرياكشنز، بس حسيت ان انا مش مستمتع وانا بلعب اللعبه. انا في العادي مش بلعب، يعني انا لو نقول مثلا اخر مره لعبت ممكن نقول من 3 شهور او 4 شهور، ولعبت نص ساعه مثلا لعبه يعني عشان صاحبي كان بيلعبها وقال لي تعالى نطلع على اونلاين يعني. فانا مش بلعب، فانا مش حابب ان انا اعمل كونتنت اللي انا بلعب، فمش هحاول انا افيك انبساطي قدام الكاميرا. يا جماعه يا نهار ابيض يا نهار ابيض، شوف اللي حصل، شوف 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 شوف. وفي ناس كتير بتعمل كده على فكره، وفي ناس يعني الناس بتوعها بيحبوها بتعمل كده، بس هي الناس دي نفسها ممكن يجي لها يعني اضطراب نفسي كمان شويه يعني. فانا حبيت اللي اخدها من قصيرها كده واقطع لويندي جيمنج. مش هكمل فيها يعني. الكومنت اللي بعده من سيف احمد، بيقول لي ازيك يا يوسف. اهلا يا سيف يا احمد، بسلم عليك بس نفسي تقول اسمي. ازيك يا سيف يا احمد. الكومنت اللي بعده من عبد الرحمن الخطيب، ازيك يا يوسف، كنت عايز امسي عليك بس. يا عبد الرحمن، عبد الرحمن منور، عبد الرحمن قناه نورت عبد الرحمن، والنور هيطفي دلوقتي. المفروض انا كان جمع كل السلامات كده في جزء من القناه. يا جماعه بفكر اعمل كده على فكره، بفكر كل فيديو بعد كده مش مجرد فيديوهات الاسئله وكده، في حاجه اسمها سوبر فان كويستشن، اللي هو حد فيكم بيصور لي فيديو بالكاميرا اماميه، فكر بعد كده كل الفيديوهات اللي على القناه اخد سوبر فان كويستشن واحطه في نهايه الفيديو، او مثلا سوبر فان يقول مثلا نهايه الفيديو وشكرا شفت الفيديو واشوفكم في الفيديو اللي جاي. هو مثلا بص فروم كاميرا وانا حاطط الفيديو ده في اخر فيديو بتاعي مثلا مع بقيه الفيديوهات اللي هي واتش مور او كده يعني. فلو حد فيكم عايز يعمل كده وانا ما عنديش مانع، يبعت فيديو مدته اقل من 20 ثانيه في مسجات الصفحه وهاخده احطه في اخر الفيديوهات بتاعتي. السؤال بعده مهند محمد، بيقول لي انهي احسن في المونتاج، ادوب بريمير برو ولا سوني فيجاس؟ اوكي، هما الاثنين حلوين جدا والاثنين مميزين جدا. سوني فيجاس ما فيهوش الامكانيات، ما فيهوش الاوبشنز زي ادوب بريمير. ادوب بريمير اسرع كتير قوي لو اتعلمت الشورت كاتس بتاعته وتعلمت الايفكتس اللي انت ممكن تابلاي ديفولت ايفكتس وتحط حاجات فين وتشد حاجات منين. بريمير ممكن يكون اسرع لك بكتير قوي، لكن الاثنين برنامجين كويسين. بريمير اكتر للناس البروفيشنال واكتر للناس اللي حابه تدخل في المونتاج اكتر. السؤال بعده من يوسف حازم، بيقول لي ازيك يا يوسف. اهلا يا يوسف. حاجه غريبه قوي اللي انا بتكلم يوسف وانا يوسف. الموبايل اللي نفسك فيه حاليا؟ بصراحه مش نفسي في حاجه يعني، بس انا نفسي في البيكسل اكس ال. الموبايل ده من اول ما طلع كاني عايز اجربه، مش نفسي قوي يعني، بس يعني هتبقى حاجه حلوه ان انا اجربه واقعد اصور بيه عشان ما مسكتوش قبل كده، بس شفته مع حد يعني عمر دايسر. السؤال بعده من عبد الرحمن عبد العزيز فايد، البوت لوب بيحصل ليه؟
اوكي اللي معرفش فيكو بوت لوب يعني ايه. بوت لوب دي لما تيجي تسطب سوفت وير جديد مثلا، وتيجي اللي انت تفتح السوفت وير يقعد يلود السوفت وير ده مثلا موبايل، يقعد اللي هو يجيب لك لما تقفل الموبايل وتفتحه يجيب لك السكرين اللي هو الموبايل بيفتح، ويفضل قاعد فيها لمدة ساعتين 4 ساعات وما يرضاش يفتح في الاخر. بص مش عايز افتي قوي عشان انا مش بروجرامر شاطر او معرفش اساسيات البوت لوب ده بتحصل ليه، بس بخبرتي البسيطة بما اني في كمبيوتر ساينس، وفي نفس الوقت بما اني كان معايا موبايل اسمه اتش تي سي وايلد فاير اس من حوالي 4 سنين، وكنت كل يومين كل 3 ايام بنزله سوفت وير، ومن كل سوفت ويرين 3 سوفت ويرات كان السوفت وير بيقع وبيحصل بوت لوب. فاعتقد البوت لوب بيكون يا اما بسبب الحاجه حصلت في النص في الانستول، حاجه دي ممكن تكون ايرور حصل وهو بينستول فايل او كوربتد فايلز، او مثلا الزيب فايل مش معمول بصيغه كويسه، او في فايل وقع منه، او حتى بطاريه الموبايل قليله، وده بيؤدي ان الموبايل مش بيكون قادر يستهلك فولت معين او ياخد فولت معين من البطاريه عشان يشغل بروسيسور عشان ينستول برنامج معين، فده ساعات بيؤدي البوت لوب. انا مش عارف بالظبط ايه اساسيات البوت لوب، بس يعني من خبرتي البسيطه حكيت لك الحاجات اللي انا عارفها. السؤال اللي بعده عمر برعي بيقول لي ايه رايك في اليوتيوب واليوتيوبرز العرب والمصريين مخصوص؟ اوكي انا كرايي في اليوتيوب، انا شايف ان اليوتيوب من اكتر الاماكن المنظمه بطريقه خرافيه، من اكتر الاماكن المحترمه اللي ممكن تلاقيها في حياتك، مش عشان اخدوني ودوني عمان ولا جابولي كاميرا جديده ولا جابولي اي حاجه خالص. انت في التعامل نفسه مع الهلب تيم، لو انت عايز عندك مشكله عايز تتواصل مع حد هتلاقي المساعده دي في اي حته وبسرعه جدا. اليوتيوب من اكتر الاماكن فيها ناس محترمه ممكن تقابلها في حياتك. بالنسبه لليوتيوبرز العرب مش قد كده. اليوتيوبرز العرب في ناس اشخاص ممكن يتعدوا على صابع ايدين، مش ايد واحده، ايدين كويسين لكن مش هيزيدوا عن ايدين. ناس اللي فعلا محتواها مشرف او محتواها يعني محتوى قيم قليلين جدا، وفي مصر كمان مفيش خالص تقريبا ناس بتعمل محتوى جامد. انا كل شهر مثلا ولا شهرين بكتشف شخص يعني انا بحب ان انا عايز اتعرف على الشخص ده، لكن غير كده يعني حتى الناس المشهوره في مجال التكنولوجي مجال اي مجال تاني مش بلاقي في اي امكانيات تصوير، مع ان الناس دي ممكن تكون معاها فلوس كتيره تقدر تجيب كاميرا تقدر تجيب اضاءه، بس مفيش استغلال خالص، مفيش اي حاجه. ليه يا جماعه؟ استغلوا امكانياتكم. السؤال بعده مع عبد الرحيم هيم، ما اخف الواجهات في الهواتف؟ انا من رايي اخف واجهه هاتف هي نوفا لانشر. انا كنت بشغل الواجهه دي على موبايل ب 418 ميجا بايت رام، وكنت فتح فيفا وفتح العاب كتير، ولما اجي ارجع الواجهه كان بيرجع لها في لحظه، على العكس لما كنت بستخدم الواجهه الرئيسيه اللي انا كانت واجهه اتش تي سي كانت بطيئه جدا بالمقارنه بيه، فاخف واجهه هي نوفا لانش. السؤال بعده يوسف بن خليفه بيقول لي السلام عليكم يا باشا. اهلا يا باشا، ازيك يا يوسف يا ابن خالد؟ لو كل الهواتف بنفس السعر هتختار ايه؟ اوكي لو كل الهواتف بنفس السعر فانا هختار الهاتف اللي انا محتاجه، بمعنى انا محتاجه مش معناها اجيب حاجه رخيصه يعني وقت ما اكون رخاص، لا معناها مثلا انا محتاج موبايل بطاريته 10000 ملي امبير اور ويقعد معايا 5 ايام من غير ما يتشحن، فهتوجه للنوع ده من الهواتف. ساعات مثلا انا بكون محتاج احط الموبايل ده لمده ساعتين الشاشه شغاله على الماكسيمم برايتنس وبيصور لمده ساعتين تايم لابس مثلا، ففي الحاله دي انا هكون محتاج موبايل بطاريته جامده جدا. ساعات مثلا اكون محتاج موبايل شاشته حلوه، لكن انا لو هختار فعلا لو دي حقيقه فانا بفكر اختار يا اما السامسونج جالاكسي اس 8 لما هينزل، او النوت 7 الله يرحمه، او البيكسل اكس ال، او الايفون 7 مفيش موبايل هختاره في حد ذاته، كل موبايلات هاخدها طالما هي رخيصه. السؤال بعده يوسف احمد، يوسف انا بحبك جدا وانا كمان بحبك جدا يا يوسف احمد، وانت عندك كام سنه؟ انا ملاحظ يا جماعه الناس اللي اسمهم يوسف كتروا قوي. انا عندي 20 سنه وهكمل 21 في شهر 8 اللي جاي. السؤال بعده محمد سعيد، ويعني شاطر سؤال كويس جدا محمد سعيد، انا معجب بالسؤال ده فعلا. هل استخدام التليفون وهو بيشحن غلط على بطاريه ولا ايه؟ وشكرا. اوكي عايز اقول لكم يعني دراسات كتيره اتعملت وانا كنت بعرف الموضوع ده كتير فتره معينه، وفي الاخر وصلت للكونكلوجن دي. لو عايز تحافظ على بطارية موبايلك فانت مفروض كل اسبوعين مثلا تفضيه الصفر وبرضه تملاه ل 100%. ليه كده؟ عشان بيعمل حاجة اسمها كاليبريشن للبطارية، بيشوف لما البطارية تفضل 0% السوفت وير بيعرف اه كده 0%، فاحنا هنبدأ نديها 0%، بعد كده لما تشحنها 100% بعديها بفترة هتعرف الموبايل هيعرف اه هي كده الفول مش بتقبل اي شحنات زيادة فهي كده 100%،
وبرضو لما تيجي تستهلك الموبايل استهلكه يعني بالراحة، يعني بالراحة عليه، ما تفضلش تفضي البطارية من 100% ل 0% في أقل وقت ممكن، ده وحش جدا على البطارية. أي سخونة، أي موبايل لما بيسخن دي معناها حاجة مش حلوة على البطارية. بيسخن مش معناها بيدفى يعني دفيان، لا بيسخن معناها اللي هو الموبايل ممكن يفصل منك وانت شغال بسبب ان هو سخن جامد يعني. وبالنسبة لتشحنه وانت بتستخدمه تماما لا، ليه؟ مش عشان أي حاجة، مش عشان البطارية تبوظ، مش عشان أي حاجة، غير عشان الموبايل بيسخن فعلا، عشان هو بيستقبل شحنات وبيطلع شحنات في نفس اللحظة، فده بيخلي الموبايل يسخن، فبالتالي البطارية هتبوظ أسرع. فانت لو عايز تستخدمه في الشحن ممكن تستخدمه بس تعمل حاجات بسيطة، تقرا دوكيمنت، يعني ما تتفرجش على فيديوهات، ما تلعبش ألعاب وانت حاطه في الشحن عشان ده هيأثر عليه، لكن غير كده انت تمام. السؤال بعده من حسان حاتم، بيقول لي مشترك في نوادي ايه وتعرف ولد اسمه عمر حلواني؟ انا معرفش ولد اسمه عمر حلواني. انا مشترك في النادي الاهلي، وساعات ساعات كده من فترة للتانية بروح نادي الجزيرة، ومرة مرتين كده في حياتي رحت وادي. السؤال بعده من زائن، انهي مجال احسن، الجيمينج ولا التك؟ بصراحة هما الاتنين وحشين جدا. انت اللي بتحدد انهي مكان احسن ليك، محدش بيحدد لك. انا هبطل ارد على الاسئله دي يا جماعه، بجد بجد بجد. انا لما اخدت اراء في قناه الجيمنج وقفتها، لما اخدت اراء ناس تانية لا اغير محتوى القناه، انت ما ينفعش تهزر مع المتابعين بتوعك، لقيت الفيوز بتقل تقل 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 تقل، فما تاخدش راي حد، اعمل اللي انت بتحبه وخد راي الناس اسمعه، لكن خليك اعمل اللي انت بتحبه، دي اهم حاجه. اسال بعده ميدو، بيقول لي ما هو اول هاتف اشتريته في حياتك؟ ماشي، في انت قصدك اشتريته اشتريته يعني حوشت له واشتريته، او اشتغلت واشتريته، ولا قصدك يعني اهلي جابهولي؟ لو اهلي جابهولي فهو النوكيا 3310، عدى على العيله كلها، بابا ماما الاخت بعد كده جيل الاخ. لو هتقولي اشتريته، فانا اول موبايل اشتريه هو الوان بلس 1، اول موبايل اجيبه جديد من تحويشي. لكم انت بالعاده من علاء، ايه ده برو، انا حبيت اقول لك مسا مسا عليك، مسا مسا يا علاء. السؤال بعده من مروان عمرو، بيقول لي هل موتو جي 4 بلس جيد ولا استنى هواتف قادمه؟ موتو جي 4 انا ما سمعتش عن بلس، بس الموتو جي 4 موبايل يعني هيبقى تحفه تحفه، انا يعني متحمس جدا للموبايل ده، لو في امكانيه والموبايل نزل مصر انا لازم هعمل له ريفيو. الموبايل ده يعني فعلا مستقبله ممكن يبقى جامد جدا لو نزل بسعر متوسط وكويس. هل تستنى هواتف قادمه؟ بصراحه لا، ما تستناش اي هواتف قادمه في اي حته، كده كده الهواتف بتنزل بطريقه جنونيه، كل يوم والتاني بينزل هاتف، انت لو هتفضل تستنى فانت هتستنى لغايه اخر عمرك، فلو في حاجه عجبك دلوقتي اشتريها. لكم انت بعد من هشام محسن، بيقول لي انا بحبك يا جو وبس كده، يا بس كده بس كده، ده انا كمان بحبك على فكره يا هشام. الكومنت اللي بعده من مريم الهارتي، ايه احسن نوع كاميرا للفيديوهات عشان اليوتيوب؟ اوكي، انا بصور بال 700 دي، ودي الكاميرا اللي بدات بيها ولغايه دلوقتي ما غيرتهاش، ان شاء الله هتتغير قريب، ويعني يا رب تبقى الموضوع ده حقيقه. بس ممكن تبداي بال 1200 دي، 1300 دي، بس الكاميرات دي هتضطر ان انت تجدديها بسرعه جدا، فنصيحتي لو عايز تبداي ابداي ب 650 دي او 700 دي، كويسه جدا كانون طبعا. الكومنت اللي بعده من جرجس حكيم، بيقول لي يوسف انا بحب شغلك جدا، شكرا يا جرجس، وبسالك انهي احسن، شاومي ميمكس ولا نوت 5؟ اوكي، نوت 5 لحد ما قديم ماشي، الشاومي ميكس فيه فيتشر مش موجودة في أي جهاز حاليا في وقت تصوير الفيديو ده، هو حاليا احتمال كبير قوي بعد الاس 8 الموضوع ده مش هيبقى هو الموبايل الوحيد. الشاومي ميكس فيه 90 أو 91.5% من واجهة الجهاز عبارة عن شاشة، وده رقم خرافي مش متكرر في أي جهاز على وجه الأرض دي، فالشاومي ميكس بلا أي استثناء بروسيسور أحسن، ممكن يكون مش كاميرا احسن او شاشه احسن، لكن كديزاين للجهاز الشاومي ميكس مميز. السؤال بعده من يوسف الجمال، اولا ازيك يا يوسف، اهلا يا يوسف الجمال. ثانيا ايه رايك في انفينكس 04 بلس؟ موبايل كويس جدا، سعره كويس جدا، وانصحك انك تشتريه لو معاك فلوس. السؤال بعده من خضر السيد، بيقول لي اعرف منين الشاحن التايب سي من الشاحن العادي، واشتريه ازاي ولا منين؟ اوكي، بكل سهوله، الشاحن التايب سي شكله مختلف، البورت نفسه او الحاجه اللي بتدخل جوه الموبايل شكلها مختلف، يعني تقدر تدخله باي زاويه، وكمان بتلاقي السلك يعني شكله مختلف، يعني ما اعرفش اقول لك ايه، هو بيكون شكله مختلف. تشتريه منين؟ هتلاقيه في اي مول كمبيوتر جنبك هتلاقيه موجود. السؤال بعده محمد عابر، ده جالي في سؤال اللي عندك اسئله اللي فات بس جاوبت عليه اجابه غلط عشان مش بعرف احسب، بيقول لي متخيل توصل كام مشترك على نهايه 2017؟ لو احنا ماشيين بالارقام فهو المفروض رقم كبير قوي اللي هو 240 الف سبسكرايبر،
انا مش متوقع الرقم ده بصراحة، انا متوقع وحسعى ان انا اوصل الرقم ده، وهو على الاقل 100,000 سبسكرايبر على اخر 2017. هنعملها بيكم يا جماعة، هنعملها على فكرة. السؤال محمد ياسر ابو اسرة، لو واحد عاوز يبدأ في اليوتيوب ده يبتدي ازاي؟ عجبني اليوتيوب ده. اكتر حاجة عجبتني في الموضوع ان اسماعيل رد عليه في كومنت ويقول له بيدخل على اليوتيوب عادي مش محتاجة ذكاء. بتبدأ في اليوتيوب كصانع محتوى، انت بتصور بالحاجات اللي معاك. انا بجاوب السؤال ده في كل حلقة مرتين ثلاث مرات. انت بتبدأ وبتصور بالحاجات اللي معاك، وسنة سنة بتبدأ تكبر، الشركات بتبدأ تجيلك، الفلوس بتبدأ تيجي، كل حاجة بتبدأ، بس سنة سنة والموضوع هيجي معاك. ايه رأيك في جهاز ايفون اس اي؟ سؤال من محمد شريف. ايفون اس اي موبايل من ساعة لما نزل انا مبهور بيه، موبايل بنفس امكانيات الايفون 6 اس لكن بسعر اقل وحجمه اقل وكل حاجة اقل، بس هو مميز، كاميرا مميزة، برفورمانس رائع، وسعر كمان قليل. فانا رأيي من ساعة ما نزل ايفون اس اي ان هو من افضل هواتف الايفون الرخيصة. السؤال بعده من سيف ايه المصري. اولا انت افضل يوتيوبر، يا بتحرجني يا سيف بتحرجني. لا بس بس يا سيف ده شرف كبير ليا صدقني، واستمر يا مبدع. سؤال ايه هو احسن لابتوب في جيمنج في سعر 3500 دولار غير الينوار؟ هو اوكي 3500 مش قليل شوية يا راجل، زودهم هات، زودهم ل 9000، وهات هات لابتوب بشاشة منحنية بقى 21 بوصة وسوبر وايد. 3000 ونص يا راجل، ما تقللش من نفسك كده. 3500 انت لو بتتكلم جد فعلا، في حاجات ام اس اي جامده جدا. في انا بفكر اجيب واحد مش ب 3500 خالص، ارخص كتير قوي، بحوالي 1200 او 1300 دولار، اسمه ام اس اي جوست، جي تي جوست. الفكره في اللابتوب ده اللي هو رفيع جدا ووزنه خفيف جدا، بالرغم من كده امكانياته كويسه، فده يبقى مفيد مثلا لو رايح الجامعه، رايح مسافر ايفنت ولا مسافر حاجه، هكون اعرف اعمل اديت عليه وانا بره يعني. لكن في 3500 يعني انت معاك 3500؟ لو معاك هاتهم انا عايزه. السؤال من احمد عصام بيقول لي مبدئيا مبروك لمصر. مبروك لمصر، كسبنا كسبنا، كان اسمها ايه؟ بوركينا فاسو. بوركينا فاسو، معلش انا ذاكرت سمك. كسبنا بوركينا فاسو بضربات الجزاء، ربنا يخلي عم عصام هو اللي شال اخر ضربتين يعني. ربنا يستر بقى في ماتش، هو مش عارف هو امتى، بس هو الساعه 9 بالليل، انا لقطت الموضوع ده، ربنا يستر يعني، ان شاء الله هنكسب الكاميرون يا رب يا رب. ماشي. ثانيا، لو كل التليفونات بجنيه هتشتري انهي تليفون؟ لازم تختار واحد، لازم تختار واحد. اوكي، والسؤال التاني. طب ناخد السؤال الاول. الاول لو كل التليفونات بجنيه هختار انهي واحد؟ طالما هم بجنيه فهاخدهم كلهم لسه فوق بعض كده، هيبقوا شكلهم حلو جنب بعض. السؤال التاني، في نظرك انهي شركة يهمها خدمة العميل اكتر من الارباح؟ لا بجد مفيش. اقول لك حاجة، مفيش شركة مش عايزة تكسب، ماشي؟ فلو في شركة بتهيأ ليك انها بتهتم بالعميل، فهي بتهتم بالعميل من ناحية ان العميل ده بيكسبها. يعني لو العميل ده مثلا، مش بقول حاجة، مش قصدي حاجة يعني، بس لو العميل ده راجل فقير ومعهوش فلوس وفي الاخر مش هشتري موبايلاتها مثلا، وهي عمالة تقدم له في خدمات وتقدم له وتقدم له وتقدم له، تبقى شركة غبية، عشان في الاخر الراجل ده مش هيدفع فلوس ومش هيشتري منتج الشركة دي. فما فيش شركة مهتمة بالعميل أكتر ما هي مهتمة بأرباح. وجهة نظري البسيطة، بس يعني ممكن يكون في ناس تانية عندها وجهة نظر يعني أحسن مني، بس دي وجهة نظري. إيه السؤال بعده من كيرولس عادر، بيقول لي إزيك يا يوسف أولا؟ أهلا يا كيرولس، إيه الأخبار يا كيرولس؟ ثانيا، أنا متابع فيديوهاتك وبالتوفيق يا جو، شكرا. ثالثا، نخش في السؤال بقى. تنصحني، أنا كنت عايز أبتدي في موضوع الفيديوهات، فهل تنصحني أما أجي أعملها أعملها على صفحة على الفيسبوك، ولا أصبر على موضوع الصفحة وأنزلها على الأكونت الشخصي بتاعي الأول؟ طيب مبدئيا انت ليه مش بتفكر في يوتيوب؟ يوتيوب برضو حاجة كويسة، وفي نفس الوقت تقدر تعمل منها دخل، دخل شبه منعدم مش بيجيب لك حاجة، بس مع الوقت ممكن تكبر الدخل ده. فلو عايز نصيحتي، نزل على البروفايل ونزل على اليوتيوب، خلي البيج شوية عشان البيج غلسين جدا فيسبوك في الاوبريت بتاعها، بمعنى ان هما يعني بلا اي سبب هتلاقي الريتش قل جامد قوي قوي قوي. اقول لكم يا جماعه حاجه، انا مثلا كانت بوستاتي دايما توصل 4000 5000 6000 ريتش، ده الطبيعي. بعد كده مره واحده بلا اي مقدمات الريتش بقى 50 100 200، فانا مش فاهم، فبكلم الجماعه في فيسبوك مفيش ردود خالص، سر مش عايزين يقولوه. فبلاش صفحه دلوقتي، ابدا ببروفايلك وخليك في اليوتيوب برضه. الكومنت اللي بعده محمد ايه احمد، انا بحبك جدا جدا والله، بس مش عايز اسال اي سؤال، انا بس عايز اقول لك كده وخلاص.
انا اريكم انت، وانا بحبك جدا جدا برضه يا محمد. السؤال اللي بعده من صلاح اشرف، هو ممكن واحد ما عندوش خبرة يشتغل فريلانسر، وايه هو المجال الاسرع تعلما في الفريلانسر؟ ويا ريت تاخد سؤالي عشان انا سألته مرة قبل كده. اوكي معلش يا صالح، انا او صلاح انا مش بشوف الاسئلة كلها، يعني الموضوع فعلا صعب بالنسبة لي يا جماعة، مش بقدر ارد على كل الاسئلة. يعني الفيديو ده مثلا داخله في نص ساعة وبرضه مش هقدر اغطي كل الاسئلة اللي سألتوها، بس خلينا ارد على السؤال ده سريع. لا ما ينفعش تشتغل في فريلانسنج وانت ما عندكش خبرة. فريلانسنج اللي فيكم ما يعرفش الموضوع ده، يعني شغل اونلاين، يعني تروح تشتغل في شركة اونلاين، معرفش مين في استراليا عايز يعمل فيديو فيأجرك ساعة مثلا ساعتين تعمل له فيديو ده من مصر يعني. فما فيش حد هيدفع لك فلوس عشان تعمل له حاجة وانت مش عارف تعملها له، فلازم يكون عندك خبرة. ايه اكبر مجال اسرع تعلما؟ ما برضو ما فيش حاجة اسرع في التعلم عن التانية، يعني كل حاجة انت عايز تبقى مبدع فيها يعني ملهاش وقت حسب شطارتك. بس يعني وجهة نظري بسيطة، أنا شايف إن مجال الديزاينز اللي هو تعمل ديزاين للوجوز، تعمل ديزاين، ده أكتر مجال شغال كشغل أونلاين وممكن تتعلمه مش بسرعة، بس ده أكتر مجال هتلاقي فيه شغل بسرعة. السؤال من يوسف محمد بيقول لي سؤال صغير، هو أنا جبت كارت المنافذ بتاعته HDMI، ينفع يتركب عليه دي سب أو في جي إيه بأدابتور ولا ده نصب؟ مع العلم إن الصورة دي من راديو شاك. أوكي على فكرة يا يوسف، انا عندي نفس الادابتور اللي انت حاطط صورته ده بالظبط، موصل بيه الشاشة التالتة، الشاشة دي متوصلة بنفس الادابتور بالظبط اللي في الصورة ده، محول من ديسبلاي بورت ل في جي اي وموصل بيه الشاشة دي، فده مش نصب. هي غالية، كانت بحوالي 80 جنيه قبل ما الدولار يغلى، دلوقتي بحوالي 160، ف يعني هي دي موجودة وفعلا بتشتغل. الكومنت اللي بعده من احمد ام رمضان، انت مبدع، وانت كمان مبدع يا احمد ام رمضان، وانا متابعك من زمان، شكرا يا احمد. احسن يوتيوبر يا احمد، شكرا. اني افضل اس 6 ولا جالكسي اي 5 2017؟ جالكسي اس 6 افضل. جالكسي اس 6 ممكن يكون مش افضل في الديزاين، لكن هو افضل كاداء، افضل في كل حاجة عن الجالكسي اي 5. تنصحني اشتري ال جي جي 4 ولا اكمل على حقه واجيب شاومي مي 5 اس؟ انا عايز اداء وكاميرا وشاشة وشكرا. لو عايز اداء يبقى فعلا تكمل على ال جي جي 4 وتجيب المي 5 اس. مي 5 اس بروسيسور رائع، شاشة رائعة. الشاشة ال جي والمي 5 اس ممكن يكونوا متقاربين في الشاشة، لكن كأداء المي 5 هيكون أسرع. كومنت بعده من كريم السادات، اختار اكسبيريا ام 4 اقوى دول ولا اوبو اف 1؟ ويا ريت ترد المرة دي بقى. قلبين وثامز اب وحاجات حلوة. طيب مش قصدي، بس ما ردش على العد يا جماعة، انا بحب اسئلتكم جدا بس انا مش لاحق. اوكي الاوبو اف 1 افضل من وجهة نظري البسيطة. الاوبو اف 1 هيكون كاميرا افضل، وبالتالي هيكون موبايل افضل، عشان انا مهتم بالكاميرا دايما في الموبايل. السؤال بعده عبد الرحمن محمد، ايه رأيك في الشاومي بين باند وهل تستحق سعرها؟ ان شاء الله، يعني مش عايز اقول ان ده هيحصل، بس ان شاء الله هيكون في ريفيو قريبة ليها. تنصحني اجيبها ولا لا؟ بصراحة مش عايز اقول اي رأي، عشان هي نوع جديد من البرودكتس التكنولوجي انا استخدمها، فمش عايز اقول رأيي من غير ما استخدم. اوكي امتى هينزل الفورم دعم اليوتيوبرز المبتدئين؟ واحلى مسا عليك يا كبير، عندك اسئلة. اوكي لو بتشوف الفيديو ده الجمعة، فالفورم هتنزل يوم السبت بالليل على الصفحة، فتابع الصفحة عشان اقدر اختارك لو عندك قناة كويسة. لو عايز تعرف اكتر موضوع شوف اللينك ده من الاي دي، هتفيدك اوي. السؤال بعده ميدو، السلام عليكم، سؤالي هو كيف بدأت في اليوتيوب وما هي اسباب اختيارك لمجال التقنية؟ اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. كيف بدأت في اليوتيوب انا قلتها كذا مرة في الفيديو ده وفي الفيديو اللي قبله، فممكن ترجع تشوفها. تاني حاجة بالنسبة لاختيار المجال، ما اخترتش التقنية، انا بصراحة كنت حاببها في وقت معين وما زلت حاببها بس مش قوي يعني، فقررت ان انا هعمل فيديوهات عن التقنيه. لكن انا دلوقتي انا مش حابب التقنيه، مش قصدي ان انا مش حابب التقنيه يعني مش عايز اعمل فيديوهات تقنيه، لا بالعكس انا بحب التقنيه وكل حاجه، بس انا حابب اعمل فيديوهات نفسها، حابب البروسيس بتاع صنع الفيديوهات، حابب ان انا اقعد قدام كاميرا اقعد اكلم كاميرا، حابب ان انا اقعد اصور شوتس غريبه لموبايلات، هو ده اللي انا حابه. السؤال بعده من روبرتو ايمن، عندك اسئله؟ يوسف انا عاوز اخش مجال البرمجه، فلو سمحت انا كنت عايز اعرف ايه لغه البرمجه المستخدمه في تطبيقات الاندرويد واسهل طريقه للتعلم؟ علمها وشكرا وقلوب وحاجات جميله كده. شكرا يا روبرتو. بس اللغه المستخدمه في اندرويد هي لغه الجافا، تقدر تتعلمها من خلال اماكن كتير جدا، اشهرها هو ليندا دوت كوم. الموقع ده مميز جدا، انا كل فيديو اتكلم عليه، هو موقع مميز جدا جدا جدا، ليندا دوت كوم. السؤال بعده محمود صالح الجندي، يوسف لو نزل قدامك فرصه كويسه عن اللي انت فيها بحيث ان هيكون عندك اجدد انواع الموبايلات وكل الامكانيات وتشتغل مع تيم قوي ويمثل مصر، تقبل الفرصة دي بالرغم اللي انت وصلت له النهاردة ولا لا؟
اوكي طيب، الحياة مليانة فرص، لو فرصة زي دي جت يا اهلا وسهلا بيها، انا ما عنديش مانع، الحاجات دي مفيدة للشخص طالما حاجة بتنمي الشخص، ما فيش مانع. لو انت قصدك ان انا اسيب قناتي عشان اشتغل في حاجة تانية، ما اعتقدش ان ده هيحصل في الفترة الحالية. انا كان اتعامل معايا نفس النوع ده من الاوفر، انك تسيب قناتك عشان تبدأ تشتغل معانا فول تايم اديتور في الشركة بتاعتنا، وبصراحة رفضت. قلت يعني لو عايزين اشتغل معاكم انا مش هشتغل فول تايم، انا بحب اللي انا اعمل قناة ودي حاجة مش هتأثر عليكم، عايزين اشتغل هشتغل معاكم بارت تايم، او اللي هو شغل في اوقات محددة، مثلا 20 ساعة اسبوعيا او 10 ساعات اسبوعيا. السؤال بعده مع عبد الله رخا، بيقول لي لو كنت في ثالثة ثانوي حاليا مع كل الضغط اللي انت فيه من ناحية القناة والحاجات اللي بتفكر تعملها وكده، كنت هتتصرف ازاي؟ شكلك يا عبد الله في ثالثه ثانوي. يا جماعه عبد الله ده عنده قناه على اليوتيوب وفي ثالثه ثانوي، فلازم تروحوا تساعدوه. انا بصراحه كان ممكن، يعني انا مش عارف، كويس ان انا بدات بعد ثالثه ثانوي. والسؤال الاخير من جو كاسانوفا، ايه احسن موبايل اشتريه من 5000؟ يحيى بعت لي فويس كليب. ايه احسن موبايل اشتريه من 5000 ل 7000 جنيه؟ الشاومي مي 5، نفس بروسيسور السامسونج جالاكسي S7 اللي بحوالي 16 و 15 الف، بس ب 5000 وربع. فلو مع 5000 7000 ما تروحش غير للشاومي مي 5. شكرا يا مبدعين عشان شفتوا عندك اسئلة لهذا الشهر اللي هيبقى شهريا ان شاء الله، مش هيبقى كل اسبوع زي ما احنا عاملين. يا جماعة بجد أنا عايز أوجه كلمة شكر كده لكل مبدع فيكم بيتفرج على الفيديوهات دي وبيدعمني فيها. يا جماعة فعلا أنا بحبكم ومتني ليكم، ويا جماعة أشجعكم فعلا يا جماعة إن سلسلة دعم اليوتيوبرز الأسبوع الجاي، فأي حد عنده قناة صغيرة بس عامل فيها محتوى وبيتعب في المحتوى بتاعه يقدم في الفورم اللي هتنزل على البيج، عشان ممكن يكون واحد من 3 أشخاص اللي هيفوز بجوائز كتيرة هتعرفها من لينك الفيديو بتاع دعم اليوتيوبرز، هيكون في الديسكربشن تحت، دوس عليه وعرف الشروط اللي بقبل على اساسها وقدم في المسابقه دي، وجود لك لكل الناس اللي هتقدم. شكرا يا جماعه عشان جيتوا الفيديو ده، انا بحبكم جدا. اتاكد تشترك في القناه لو انت مش مشترك عن طريق الدوريه الحلوه دي، وتشوف البلاي ليست اللي عملتها قبل كده من خلال برضو الفيديو ده. وبس كده، لو عايزين تشتري اي حاجه من سوق دوت كوم او جوميا لينكاتي في الوصف. شكرا يا مبدعين، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.